Again, which species can breed with Prunella vulgaris to produce fertile offspring؟ عشان أطلع fertile offspring لازم يبقوا نفس ال species ونفس ال genus، نفس الكائن، يعني حصان وحصان، حمار وحمار، يعني نفس الكائن، فهيبقى عندهم الاسمين زي بعض. ف الإجابة هنا بقى كانت إيه؟ ولا ده ولا ده. يعني برونيلا موديلاريس لا مش هينفع، ما هي دي عندها نفس الجينس بس دي سبيشيز مختلفة. طب فيسبيلا فالجاريس هي نفس السبيشيز بس الجينس مختلف، يعني ده معناه ان هو كائن مختلف خالص. يبقى الإجابة هنا كانت دي، هو ولا ده ولا ده هيطلعوا fertile offspring. عشان يطلعوا fertile offspring لازم يبقى نفس الجينس ونفس السبيشيز، هو نفس الكائن. Any question؟ يبقى most legs to the fewest legs، أكتر حاجة الدودة، myriapods، وبعدين crustaceans، arachnids and insects. Okay. السؤال ده تريكي، مش تريكي، هو عبيط يعني، بس هو إيه بيحاول يخدعكو. بيقول لك عندي 4 animal cells under the light microscope. What is present at X? What is present at X? Root hair cell. Absorption. احنا هنا قلنا دول، انا ما بنسى اسجل يعني. Two cell membranes. قلنا هنا عندي two cell membranes عشان دي two animal cells، ففي cell membrane بتاعت دي وcell membrane بتاعت دي. طيب بالنسبة للroot hair cell ازاي modified for the absorption of water؟ انها عندها الاكستنشن ده، والاكستنشن ده بيديها large surface area. ماشي. اسئله الماجنيفيكيشن نفس الكلام، ماجنيفيكيشن equals image over actual. What is the actual size؟ هو مديني الايمج ومديني الماجنيفيكيشن، عشان اجيب الاكتوال هعمل ايه؟ image او image over magnification. طب بس خلي بالك ان الايمج بالسنتيمتر وهو مديك الارقام مايكروميتر، يبقى الاول لازم احول دي لمايكروميتر، هعملها تايمز 10، هحولها المليمتر تبقى 50، تايمز 1000 هتبقى ايه؟ 50000. يبقى اللي انا هعمله ان هعمل 50000 over 20000 واطلع الاجابه. لازم في paper 2 يبقى معانا calculator، لازم يبقى معانا ايه؟ calculator. اوكي هتطلع 2.5. طيب سؤال، a jar of air was placed upside down. A jar of air was placed upside down on the top of a jar containing brown gas. بيقول لك هنا في air وهنا في brown gas. حصل ايه؟ ال air وال brown gas عملوا mixing مع بعض. Which process has taken place؟ اكيد diffusion، اي gases بتتحرك by diffusion. طب اتجاه ال diffusion ايه؟ up and down. ما انت عندك ال air هيدفيوز لتحت وال brown gas هيدفيوز لفوق. يبقى ال diffusion is the upwards and downwards. Okay. Active transport. مين هو ال active transport؟ من ال low concentration لل high concentration ومحتاجين energy. يبقى من ال low لل high ومحتاجين ايه؟ energy. ما فيهاش مشكلة. السؤال ده بيقول لك عندي bases على one strand of DNA. ال nitrogen bases ال sequence بتاعها CAGCT. طب ال strand التانية هتبقى ايه؟ هنفتكر مع بعض ال complementary base pairing. ال A قدامها T وال C قدامها G، يعني لو أنا عايزة أعملها مع نفسي كده، ال C قدامها G، A قدامها T، G قدامها C، C قدامها G، T قدامها A. هو ده sequence، هو ده ال complementary base pairing. طب فين ده بقى؟ G T C G A أهو، هتبقى B، هتبقى B. أوكي؟ the graph shows the effect of temperature on the rate of enzyme controlled reaction. خلي بالك ان الجراف بتاع ال pH بيبقى الجراف متسنتر كده في النص، لكن الجراف بتاع temperature بيبقى shifted يمين شوية، لان انت بعد ال optimum دايما بيحصل denaturing على طول. Which statements are correct؟ هنقرا واحدة واحدة ونشوف مين اللي صح اللي فيهم. The collision frequency between the substrate and the enzyme increases ما بين X و Y. فعلا، ما انت عندك ما بين X و Y كل ما temperature بتزيد kinetic energy بتزيد، فبيخبطوا في بعض أكتر. The shape of the active site is altered between Y and Z. Altered يعني changed.
مظبوط، بعد الاوبتيمم بيحصل دي نيتشرنج، يعني الاكتيف سايت شكله بيتغير. The enzyme is denatured irreversibly at X and at Z. هل X اللو تمبرتشر بيحصل دي نيتشر؟ لا، اللو تمبرتشر بيبقى الانزيم inactive بس اللي هي X، لكن Z هي اللي بيحصل فعلا عندها دي نيتشر في الهاي تمبرتشر. يبقى هنا مين اللي صح؟ 1 and 2 only، 3 دي غلط. لسه بقول لكم اهو، فين الجراف بتاع ال pH on the activity of enzyme؟ ال pH activity بتاعته بتكون الجراف بتاعه بيبقى centered كده في النص، ف it will be B. مظبوط. In which process is oxygen a waste product؟ ال oxygen waste product يعني oxygen بيطلع ك product فين؟ active transport؟ لا، هو ده اصلا مش chemical reaction. Aerobic respiration محتاج oxygen، anaerobic مفيهوش oxygen خالص. Photosynthesis هو ده بيستخدم carbon dioxide و water وبيطلع glucose and oxygen. طب مين اللاير اللي فيها spaces؟ spongy layer، سهلة قوي دي، اللي عندها air spaces between the cells. Ingestion بيحصل فين؟ بيحصل في آخر ال digestive system هنا عند الانس، برضو سهلة. جايب لي صورة فات كبيرة وبعدين the same fat بعد شوية، الفات اتكسرت كده حتت صغيرة، بيقول لي المنظر ده فين والمنظر ده فين. الفكرة هنا يا جماعة ان احنا عارفين ان الايموسيفيكيشن بيحصل في السمول انتستين، يعني انا متأكدة ان ده موجود في السمول انتستين. طب الاولاني بقى موجود فين؟ انت لازم تختار حاجة تنفع اكيد قبل ما يوصل للسمول انتستين. فديودينم ماشي، ممكن يكون اللارج فات موجودة في الديودينم لسه ما اتكسرتش، بس الثانية ستومك لا مش هينفع، يعني ستومك دي قبل الديودينم. اوكي طيب، إليم وإيسوفيجس برضو نفس الكلام، إيسوفيجس قبل الايه؟ الإليم. إيسوفيجس وإليم دي بقى مظبوطة، أنا كلت الفاتس الكبيرة اللي هي اللارج فات بارتيكلز، وبعدين لما وصلت الإليم حصل لها إيموسيفيكيشن into small particles. ماشي، هنا عايزك توصل سؤال سهل، أمايليز بيكسر الستارش into simple sugars، lipase fatty acids وglycerol، بروتيز بيكسرها إلى أمينو أسيد، يبقى هتبقى C. هتبقى إيه؟ C. Easy. Which statement about the function of xylem is correct؟ الزايلم بيعمل إيه؟ Okay. Xylem helps to support the stem. صح، هو كان بيعمل transport و support، بيtransport ال water و بيsupport ال إيه؟ ال stem. طب أنا ليه ما اخترتش إن هي بت مثلا carry away water، بس هو بيقول لك carry away water from the leaves. لا، هي المايه بتيجي من الروتس تروح للليفز، مش away from the leaves. What is part of the definition of transpiration؟ transpiration كان عبارة عن ايه؟ loss of water vapor from the leaves by evaporation at the surfaces of the mesophyll cell. التranspiration كان بيحصل ايه؟ بيحصل evaporation للمايه، evaporation of the water into the mesophyll cells، خلاص from the mesophyll cells sorry للair spaces، وبعدين diffusion through stomata، يبقى evaporation وبعدين ايه؟ diffusion. طيب، the diagram shows the circulation of blood in an organism. circulation of blood بيقول لي in which part of the organism is the location of the capillaries in the box. هي الكابيلاريز دي موجودة فين؟ fish body، fish gills، in the box اللي هي دي يعني mammalian lungs، mammalian body. طيب، هو مبدئيا انا محتاج اعرف هو ده single circulation ولا double circulation. انا شايفة ان هو جه من الهارت راح لحاجة وبعدين رجع للهارت تاني وبعدين راح لحاجة تانية، يبقى automatically هقول ان ده double circulation. طالما رجع للقلب تاني قبل ما يروح يبقى ده ايه؟ double circulation. طيب،
يعني ده ممل. طب هنا الكابيلاريز اخدت اكسجين، يعني الاكسجين جه من الاورجن راح للكابيلاريز، راح للبلد، والكربون دايوكسيد طلع من البلد، يبقى دي اكيد مين؟ اكيد اللانجز. الكابيلاريز دي جوه اللانجز، عرفت منين؟ عشان جوه اللانجز الدم بياخد اكسجين ويدي اللانجز الكربون دايوكسيد، يبقى this is the mammalian lungs. This is the mammalian lungs. The photomicrograph shows human blood. Which blood component can carry out phagocytosis? أنا عندي lymphocytes وعندي phagocytes. كنا قلنا إن الفاجوسايتس النيوكليس بتاعتها متقسمة، أما الليمفوسايت نيوكليس كبيرة ومدورة كده، يبقى اللي بيعمل فاجوسايتوزيس هي الفاجوسايت اللي النيوكليس بتاعتها متقسمة. Which diagram shows how a vaccination can lead to long-term immunity؟ الفاكسينيشن بتديني مناعة ازاي؟ أول حاجة بيقول لك memory cell injected، دي أكيد غلط. Antigen injected، Antigen injected. وبعدين الليمفوسايتس مالتيبلايز، بالظبط الليمفوسايتس بتعمل ايه؟ بتتعرف على الانتيجين وبتعمل مالتيبليكيشن، وبعدين هتطلع انتي بوديز وهتطلع ميموري سيلز. ايوه هي دي مظبوطه صح. هنا بيقول لك انتيجينز انتي بودي انجكتد، لا هو مش انتي بودي اللي انجكتد، هو انتيجين. هنا قال لك انتيجين انجكتد ميموري سيلز مالتيبلاي، لا الليمفوسايت هي اللي بتمالتبلاي وبعدين تطلع انتي بوديز وبتطلع ايه ميموري سيلز، يبقى هي الوحيده اللي صح. It will be A. سؤال سهل بيقول لي which row shows the concentration of gases in the air leaving the lungs. air leaving the lungs الاكسجين اللي خارج من جسمك قد ايه؟ الاكسجين اللي خارج 16%، والكربون دايوكسيد اللي خارج 4%. البرسنتجز والفود تيست لازم تتحفظ. اوكي after running a race students had pains in their leg muscles. The pain was caused by build up of product of anaerobic respiration. What caused the pain? anaerobic respiration بيطلع ايه جوه المسل يعمل لي pain acid. السؤال هو هنا pain was caused by build up of a product of anaerobic respiration. muscles عملت anaerobic respiration فعملت product بيعمل pain اللي هو مين؟ اللاكتيك اسيد. قلنا لو فضل جوه العضلة بيعمل muscle cramp. muscle cramp. اوكي ماشي. نعمة بتقول repeat question 19. فين question 19؟ question 19 بيقول لي ان البلد من الهارت طلع من الهارت راح لاورجن، رجع من الاورجن راح للهارت تاني، يعني ده معناه ان هو دبل سيركيليشن. انت لو فيش هيجي من الاورجن دي يروح على البادي على طول، لكن هو رجع للهارت تاني يبقى ده دبل سيركيليشن، فده معمل. طب الاورجن ده ايه؟ هنا بيقول لك ان البلد اخد اكسجين ورجع الكربون دايوكسيد، اخد اكسجين من الاورجن، يبقى ده اللانجز. اكيد اللانجز هي الوحيده اللي بتدي البلاد اكسجين عشان يوزعها على بقيه الجسم. اوكي the diagram shows the production and the excretion of materials from the human body. بيقول لك السيلز بتعمل في، بتطلع كربون دايوكسيد، بعدين يحصل له اكس امينو اسيدز في الليفر طلع كربون دايوكسيد، وبعدين W Y Y تبقى Z excess salts Z. ايه بقى الكلام الجميل ده؟ طب واحدة واحدة، بيقول لي السيلز بتطلع كربون دايوكسيد، ممكن تبقى ايروبيك وممكن تبقى انيروبيك. لا مش هينفع تبقى انيروبيك، انيروبيك بتاع الهيومن ماسلز بيطلع لاكتيك اسيد بس، يبقى كده I excluded A و B، خلاص مش هينفع دول، هي يا C يا D، يا C يا D. طيب aerobic respiration هيطلع carbon dioxide، بعدين بيقول لي الأمينو أسيدز في الليفر بيحصل لها إيه؟
deamination process amino acids بتتكسر في الليفر. الكربون دايوكسيد بيروح لمين؟ بيروح لللونجز عشان نخرجه. طب الديامينيشن ده بيطلع ايه؟ بيطلع يوريا. اليوريا تروح للكيدنيز هي والاكسس سولز. يبقى this is how I work it out. انا كده هختار C. اعمل اكسكلوجن للحاجات من الاول عشان ما تقعدش تحتاس. What is the function of the synapse? السينابس فكرته ايه؟ ان الامبلسز بتعدي in one direction. طب ليه؟ عشان انت عندك الفيسيكلز موجودة في ناحية واحدة والريسبتورز موجودة في الناحية التانية، فدايما تطلع من هنا تمسك هنا. ماشي. Hormones and the nervous system both controls our bodies. Which statement about the control provided by our hormones is correct? الهرمونال سيستم هو بطيء بس long lasting. ده كانت الميزة بتاعته ان هو بيقعد فترة طويلة. هو أبطأ من النيرفس سيستم لكن الإفكتس بتاعته بتقعد إيه؟ فترة طويلة. أوكسينز. Which statement about the أوكسينز is correct؟ نقرأ واحدة واحدة ونفكر. It affects the cells only where it is made. لأ هو أصلا بيتعمل في التيب وبعدين بيديفيوز downwards. Equally distributed in response to light from one direction. يعني لو في light من ناحية واحدة الأوكسينز هتبقى equally distributed. لا. Auxins elongate the cells in the shoot tip. لا مش في التيب دي بت elongate السايد بتاعها ال shaded side. Auxins are made in the shoot tip. هي دي اللي صح. Auxins بتتعمل في التيب وبعدين تنزل لتحت. طيب الميكانيزم بتاع الانتيبيوتكس بيشتغل ازاي؟ انتيبيوتكس how does it work؟ قلنا انها بتأثر على البروتين سينثيسيز او بتأثر على السيل وول مش البروتين كوت. البروتين كوت ده بتاع الفيروس محدش يتلخبط. هي يا اما بتدمر السيل وول يا اما بتدمر البروتين سينثيسيز بتاع البكتيريا فالبكتيريا تموت. Some statements about asexual reproduction are listed. Offspring are genetically identical. تمام. Offspring are genetically different. لا. Only one parent required. يبقى 1 and 3. Very easy. ايه ال type of contact اللي بينقل ال HIV؟ يا اما الدم يا اما sexual intercourse. Saliva لا. السلايفا ما بينقلش ال HIV. Okay? It is only blood transfusion and sexual intercourse. طيب birth control ده اتلغى. منهج القديم. نخش بقى في الجينيتكس. What is defined as a thread-like structure of DNA carrying the genetic information in the form of genes? طبعا الخيوط of DNA دي اللي هي carrying the genetic information it is the chromosomes. Statements describing the steps بتاعت ال protein synthesis. Protein synthesis بيحصل ازاي؟ لازم ابقى فاكرة. Copies of the genes are carried to the cytoplasm. Each ribosome assembles amino acid. The gene coding for the protein is copied in the nucleus. أكيد دي أول حاجة. الجين is copied. يبقى أنت عملت exclusion ل A and B. طب بعد ما الجين يبقى copied بص بقى على الاختيارات. ما تقعدش تفكر في الجمل. ما أنت بص على الاختيارات عشان تسهل على نفسك. بعد ما الجين بيبقى copied. Copies are carried to the cytoplasm. ولا ال mRNA passes to the ribosomes على طول؟ لا هو الأوقع انها بتعدي على السيتوبلازم الأول وبعدين تروح للريبوزومز وبعدين الريبوزومز ترتب. يبقى انا اوتوماتيكلي هختار ايه؟ 3 1 4 2. يبقى ما اقعدش انا اقرا الجمل واحاول ارتبها من دماغي. انت اعرف اول واحده وبعدين شوف الاختيارات اللي عندك تعرف ايه مين اللي صح اللي فيه. The sunflower has 17 chromosomes in each pollen nucleus.
احنا عارفين طبعا ان البولين جرين دي بتكون نص عدد الكروموزومز عشان هي جميت. The nuclei are produced by process of A. مين اللي بيبروديوس ال half the cells اللي هم الجميتس يعني meiosis؟ يبقى انا كده I will exclude C and D. انا عارفة ان السبيرم والايج سيل والحاجات دي كلها produced by meiosis. طيب they are genetically different. الجميتس are genetically different from all the pollen nuclei produced by those anthers. After fertilization the zygote will have 34 chromosomes. ليه؟ عشان هيجي 17 من الأوفيول 17 من البولين جرين يعمل لك 34. اوكي any questions؟ سيكل سيل انيميا اتلغت cancelled. Which leaf feature is an adaptation of xerophytes to their environment? Xerophytes to الصحراء. Hairs surrounding the stomata. كان عندهم شعر وقلنا ان الشعر ده بيحبس المية فبتبقى كأنها humidity فبتقلل الترانسبيريشن. The graph shows the change in the population of an organism over time in an ecosystem. ايه الفيزز بقى؟ السيجمويد جروث كيرف. سيجمويد جروث كيرف جالنا ده paper 4. هنا هو ما طلبش الاولانيه، ما طلبش اللاج فيز، هو دخل على اكس على طول، فاللي بيزيد فيها جامد قوي this is the log phase and this is the stationary phase and this is the death phase. okay the presence of structure X is one reason why the bacteria are used in genetic engineering. مين البتاع المدور ده اللي موجود جوه البكتيريا؟ طبعا ده البلازميد، مش محتاجة حاجة، البلازميد اللي بنعمل بيه الجينيتك انجينيرينج. ماشي نايتريتس، أول ما أشوف نايتريتس وريفر أعرف على طول إن هو بيتكلم على يوتريفيكيشن. إيه اللي هيحصل؟ يا إما تبدأ بفور يا إما ثري يا إما ون. Concentration of oxygen decreases. أكيد أكيد الأكسجين مش هيقل أول حاجة، يبقى أنا كده مش هفكر في 1. طب بيقول لك aerobic respiration in decomposers increases. ما هو انا مش هبدا بالايروب، decomposers دي جت منين اصلا فمش هبدا بيها، يبقى دي لا برضو، يبقى بي كمان اوبشن غلط. يبقى انا اكيد هبدا بفور اللي هو ايه بقى producers die decomposition increase. احنا قلنا ان لما النيتريت بتروح للمية الالجي بتتحوش على السيرفيس فالبروديوسرز اللي تحت بيموتوا، لما بيموتوا البكتيريا بتزيد. جميل الاختيار اللي بعده يا 2 يا 3. فيش اند اكواتيك انيمالز داي على طول، لا طب فين الستبس اللي في النص؟ تعال نشوف بقى aerobic respiration in decomposers. البكتيريا لما تزيد هتعمل aerobic respiration، يبقى 4 وبعديها 3 وبعدين الأكسجين هيخلص وبعدين السمك هيموت، يبقى it will be D. This is how you solve it. ما تقعدش تسوح نفسك وتفكر في السيكونس بتاع اللي قدامك، والله لو فاكر تمام بس يعني الأسهل امشي مع الإجابات اللي هو مديها لك. آخر سؤال هنا بيقول لك which type of bacteria causes the soil to lack in nitrates. يعني ايه lack nitrates؟ يعني النيتريتس تبقى قليلة فيه. مين اللي بيقلل النيتريتس؟ مين اللي بيقلل النيتريتس؟ يس الدينيتروفاينج لو نفتكر كانت بتحول النيتريتس اللي في السويل to nitrogen gas in the air. نيتريتس بتتحول لنيتروجين gas. طيب نشوف جون.